السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي، إزايكم؟ عاملين إيه؟ أهلا بيكم في فيديو جديد في قناة ساجدة فاني. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وسبسكرايب كتير وتفعيل الجرس عشان ما يفوتكمش أي فيديو جديد إحنا بنعمله. ويلا بينا. المرجحة حلوة يا يوسف، تيجي تتمرجح معايا شوية؟ لا انا محبش اتمرجح، انا بحب اتزحلق اكتر ما انا بتمرجح. ماشي يا يوسف، انا جعانة خالص، انت كمان جعان؟ ايوه انا برضو جعان. امتى تيتا تيجي يا ترى؟ انا مصارين بطني بتتقطع وبتقول جعان جعان جعان. يا يوسف يا ساجدة يا يوسف، يلا يا حبايبي يلا تعالوا، تيتا جت. يلا يا ولاد يلا، عقبال ما حضر الغدا تكونوا جيتوا وسلمتوا على تيتا. ماشي احنا جايين اهو يا ماما. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ اهلا يا عمر، ازيك يا حبيبي، عامل ايه اخبارك؟ انا كويس يا ماما، وانت عاملة ايه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله يا عمر، انا كويسة الحمد لله. وانتوا يا ولاد عاملين ايه؟ احنا كويسين يا تيتا، وانتي ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. اخبار الدراسة ايه بقى؟ كويسة يا تيتا. شاطرين ولا ايه بقى؟ لا يا تيتا اكيد شاطرين طبعا. الحمد لله الحمد لله. تيتا ممكن تباتي معانا النهاردة؟ ايوة يا ماما، بيتك ومطرحك يا ريت تباتي معانا النهاردة. ايوه يا تيتا، ارجوك يا تيتا، عشان خاطري يا تيتا، عشان خاطري. خلاص يا اولاد هبات معاكم النهارده ان شاء الله. تيتا بس هتنامي جنبي انا. لا تيتا هتنام جنبي انا، ماليش دعوه. لا يا يوسف، كل مره تيتا بتيجي بتنام جنبك انت، ماليش دعوه، انا عايزه تيتا تنام جنبي النهارده. خلاص ما تتخانقوش ما تتخانقوش، انا هنام جنبكم انتوا الاثنين. وكمان هحكي لكم قصص كتيرة. بس ما تتعبوش تيتا يا أولاد. مفيش تعب ولا حاجة يا عمر، دول حبايبي وأنا بحبهم قوي. يلا يا ماما اتفضلي، اتفضل يا عمر. يلا يا أولاد الأكل جهز، يلا عشان تاكلوا. أخيرا يا تيتا، أنا كنت جعان جدا. معلش يا حبيبي أنا أخرتكوا على الغدا، جيت متأخر شوية. لا عادي يا تيتا. يلا يا ولاد يلا كلكم عشان تتغدوا، احنا جايين اهو يا ماما. كلوا بقى وقولي لي ايه رايكم في الاكل. حلو قوي يا الاء، جميل قوي يا بنتي، يسلم ايديكي. وانت يا عمر ايه رايك؟ حلو جدا يا الاء، عجبني جدا، يسلم ايديكي. بالف هنا يا رب. وانتوا يلا يا ولاد خلصوا كل اكلكم، احنا بناكل اهو يا ماما. ماما اما انا اخلص اكل اروح اشغل الاغاني. مش وقته يا يوسف، خلص اكلك وروح العب مع تيتا وساجدة. لا يا ماما ماليش دعوة. ده وقته يا يوسف. طب خلاص شبشغل الاغاني، بس يكون صوت على قدك من غير ما تعلي الصوت. ليه يا ماما؟ عشان ما تزعجش كل اللي حواليك. ماليش دعوة يا ماما. اسمع الكلام يا يوسف ما تبقاش عنيد. يا يوسف يا يوسف، انا مش قادره اسمع الصوت العالي ده يا يوسف، انا مش قادره، دماغي صدعت كفايه يا يوسف. بس انا بحبه عالي كده يا تيتا، خليه خليه. لا يا يوسف انا مش قادره، صدعت يا يوسف. لا يا تيتا ماليش دعوه، خليه كده برضو يا يوسف. برضو شغلت الاغاني وعليت الصوت، مفيش فايده فيك، ازعجت كل اللي حواليك وضايقت تيتا. ليه يا يوسف تعمل كده؟ ماما انا بحب اشوف الاغاني بصوت عالي. بس انا قلت لك يا يوسف كده غلط غلط يا حبيبي. ماليش دعوه يا ماما،
مفيش فايدة فيك يا يوسف، أنا زعلانة منك. يبقى يا ماما أنا رايحة نام. خلاص يا يوسف روح نام. كل لما شغل حاجة بصوت عالي يقولولي لأ لأ أودي الصوت، يبقى أنا زهقت أنا أروح أنام أحسن. ياه أنا عجزت أوي وبقى عندي 75 سنة. أمال فين حفيدتي؟ تلاقيها قاعدة في الصالون، أما أنزل أقعد معاها شوية. يا بنتي انا مصدعه، تعالي اطفي الاغنيه واقعدي معايا. تعالي انا تعبان والله. لا يا جدو بقى ماليش دعوه ماليش دعوه. ايه ده، ده حلم ده ولا ايه؟ اما اروح اشوف في المرايه. الحمد لله انا لسه طفل زمنا، شكلي تيتا وماما لسه متضايقين مني. انا فعلا كنت غلطان ان انا عليت الصوت كتير. يا ماما يا تيتا. مالك يا يوسف مالك يا حبيبي، في ايه؟ انا حلمت حلم وحش جدا. خير اللهم اجعله خير، حلمت بايه؟ انا حلمت ان انا عجزت وعليت الصوت زمن عملت في تيتا. يا حبيبي يا يوسف معلش يا حبيبي، خلاص انا مش زعلانة منك. انا اسف يا ماما، انا اسف يا تيتا. معلش يا يوسف خلاص انا مش زعلانة منك يا حبيبي، وانا كمان يا يوسف مش زعلانة منك يا حبيبي. يلا بقى عشان نطلع ننام، وهنام جنبك انت وساجدة، وهحكي لكم القصص الجميلة اللي انا وعدتكم بيها. يلا يا تيتا. يلا يا نور عينين تيتا. وكده يا اصحابي انتهت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب كتير وتفعيل الجرس عشان ما يفوتكمش اي فيديو جديد احنا بنعمله. ويلا سلام.